شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سباق جميلة للقدرة المخصص للأفراس فقط لمسافة 120 كيلومتر، وذلك في ثالث أيام فعاليات مهرجان سموه للقدرة الذي يختتم يوم الجمعة المقبل بسباق بطولة كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر ثلاث نجوم. حضر السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من المسؤولين وجمهور غفير من عشاق سباقات الفروسية. وحافظت اسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على لقب السباق بعد أن توج الفارس عبد الرحمن سعيد الغيلاني باللقب على صهوة الفرس المندرا. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن سباق جميلة للأفراس شهد تنافسا قويا بين أكبر الاسطبلات صاحبة الخبرة الكبيرة والتي قدمت مستويات أمتعة الحضور. متابعة. صباح النشاط، صباح الفروسية مشاهدينا هنا من مدينة دبي العالمية للقدرة، تحديدا في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كأس جميلتي لمسافة 120 كيلومتر. مثل ما تشوفون مشاهدينا حاليا الاستعداد للانطلاق المرحلة الأولى، ما شاء الله جميع زوار العالم نقول وكذلك الفرسان أتوا هنا إلى هذا المهرجان الذي يأتي مرة واحدة كل عام. ما شاء الله مثل ما تشوفون مشاهدينا بدأت الانطلاقة رغم البرودة، لكن الفرسان بحرارة الشوق للفوز والوصول إلى المنصة، أكيد فيانين ما شاء الله عليهم. نشوفكم بعدين بعد الانطلاقة للمرحلة الأولى. حاليا نحن في اللوب الاول، ومثل ما انتم شايفين السباق انقسم لعده جروبات والسرعات متفاوته بس بدات ترتفع. في اللوب الاول تصدر الفارس حسن جمعه الحمادي من اسطبلات المغاويه، واكيد طبعا ما زلنا في اللوب الاول، واكيد هناك مفاجات اخرى في اللوب الثاني والثالث والرابع، ولا نعلم من سيكون على هذه المنصه. تعرفين هذا المهرجان مهرجان كبير، وكل الفرسان واهل الخيل واهل القدره يجتمعون اليوم في هذا المهرجان، والعالم كلها تحضر حق هذا اليوم. واليوم في سباق الفرسات تشوفين خيار الفرسات موجودات في السباق هذا، لانه كل حد يبغى يظهر باللقب، كل حد يبغى يركب المنصه. يوم الخيل الطيبه تجتمع في سباق واحد، تتوقع ان السرعه تكون مرتفعه. الافرج سبيد يمكن الحين وصل 28، لكن في التراك احنا نمشي 30. الجروب اللي متقدم تقريبا 30 خيل، وصعب الترشيح الحين، لكن ان شاء الله تم الخيل لكل الاسطبلات. اسطبلات اف 3 يمكن تاخذ الترشيح ويا اسطبلات الوثبه، اسطبلات اف 3 عندها خيول قويه وسابقه وراكبه المنصه، وعندك اسطبلات الوثبه بعد عندهم فرسات سبق. الترشيح صعب، لكن اليوم انا اتوقع ان كل الاسطبلات بتحاول تنافس اسطبلات اف 3 والوثبه، واتوقع انه راح يكون في فينش قوي اليوم ان شاء الله. سالم صباحك خير، ونقول لك مشاركتكم في هذا المهرجان الغالي، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وكاس جميلتي، وخاصه ما شاء الله دائما نشوف ام 7 متصدره دائما السباقات، لكن في الاونه الاخيره نشوفهم شويه ها تاخرت. لا والله اخرنا زين ان شاء الله، و اسم يعني كاس صعب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هذا ما في حد ما يطمح فيه في هالمهرجان. الكل منافس، الكل طامع للسبق، وخلونا الحمد لله مديات زين بعد. حياكم الله
مشاهدينا حاليا نحن في اللوب الثاني، ومثل ما تشوفون الاسطبلات المتصدره اف 3 في خيل اميره والوثبه مع خيل رغد، والسبيد عالي ما بين 27 28، ونتوقع منافسات قويه بتكون في هذا السباق الغالي على قلوبنا في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كاس جميلتي. ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لهذا السباق، مثل ما عودنا ومثل ما عودونا قادتنا دائما في المتابعة المستمرة لهذه الرياضة الجميلة. حقيقة تواجدنا نحن في هذه القرية من باب المشاركة والدعم الأخوة في المنظمين في قرية دبي العالمية اللي دعمهم من نواحي التنظيمية وتسهيل تسجيل الخيول والتأكد من تطابق الخيول واستيفائها لكافة الشروط اللازمة للمشاركة في هذه السباقات، لأن مثل ما تعرفين أن الخيول التي توصل إلى هذه المراحل المتقدمة من مستوى المشاركة يجب أن تمر بمراحل مختلفة في تأهيلها، والاتحاد هو الحقيقة الجهة التي تنظم هذه العملية ومسؤولة عن التأكد من مطابقة الشروط اللازمة للمشاركة والتزام كذلك الفرسان والمدربين باللوائح والأنظمة والشروط اللي واجب توفرها للمشاركة في هذا النوع من المسابقات. والحمد لله بأن قرية دبي العالمية مثل القرى الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتاز بالخدمات المميزة والممتازة من كافة النواحي والاستعدادات الجيدة والإمكانيات الموفرة لتسهيل عملية السباق ومساعدة المشاركين على المسابقة والتنافس منافسة شريفة لنيل شرف الحصول على جائزة من الجوائز المتميزة والتي يمتاز بها هذا المهرجان، لأن مكارم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه بأنه سخي في هذا الموضوع، وهناك أكثر عن 10 سيارات للفائزين الأوائل بالإضافة إلى كل 70 فارس آخر اللي ممكن يكملون السباق. وهذا الحقيقة ليس بغريب على سيدي صاحب السمو يكون دائما من المبادرين لدعم رياضة القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسبب الرئيسي في نمو هذه السباقات ووصول إلى هذا المستوى العالمي من المنافسة، لأن الآن أكبر سباقات القدرة تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر الخيول المميزة والمشهورة والمعروفة هي اللي تشارك في هذه السباقات، فأصبح الحمد لله بفضل هذا الدعم ودعم كذلك كافة الشيوخ والقرى القدرة في دولة الإمارات وصلت إلى مرحلة متقدمة من المستوى، وأصبحت الحقيقة في مقدمة دول العالم في سباقات القدرة، ليس في فقط في الأعداد المشاركة ولكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى الإمكانيات الموجودة ومستوى الجوائز والعدد الفرسان المشاركين. فالحمد لله دولة الإمارات تتميز بالكثير من المرافق المميزة والحمد لله. السباق اليوم قوي في نقوة الفرسات، لكل الاسطبلات مجهزة خيول قوية، عندك الوثبة F3 M7 MRM. صراحة تحتار منو ترشح من نقوة الخيل، ومثل ما تشوفين احنا في اللوب الثاني نزول قوي، سرعة عالية للفرسات، توقع انه بيسوون سرعة اليوم بسبب نقوة الخيل الموجودة. السباق بيكون محصور اعتقد ما بين الخيول المقدمة اليوم. نعم نحن اليوم مدخلين 17 فرس، عندنا 3 خيول في المقدمة كانت هي تكون منافسة، بقية الفرسات بيكون تكميل، عندنا خيول جديدة نبغاها تتعود على الريس، نبغاها تتأقلم حق ولي العهد بعد ريس فرسات بيكون، نبغى نجهز خيل حق هذا اليوم لأن بعد كاس غالي علينا مهرجان كبير، نبغى نكون موجودين ومنافسين.
للأسف أن فاطمة جاسم حصلت على عقوبة البلنتي، كان نبضة واحدة يعني ما بين 66 إلى 65، بس موجودين نحن عندنا محمد جمعة الحين موجود في المنافسة إن شاء الله. الله يوفقك. بلا شك طبعا اليوم سباق وايد مهم بالنسبة لنا، كاس جميلتي حضورنا دائما متميز فيه، وعندنا فرصات طيبة للحين ماشيين زين، بعدنا ما شاء الله يعني في قلب المنافسة، نشوف إن شاء الله في المراحل الجاية كيف يكون الوضع. في الحقيقة نحن ما سرنا على الخطة اللي عدنا، لأن في خيول معروفة ومرشحة في المقدمة، فحبينا نروح معاها لأن ما حبينا يكون في فارق بيننا وبينهم، فلهذا كانت السرعة المرحلة الأولى والثانية عالية غير المتوقع. طبعا المرحلة الجاية المفروض أن السرعة تبدأ تقل على أساس الخيل تقدر تعوض المرحلة الأخيرة، لأن دائما المرحلة الأخيرة يكون فيها تنافس كبير وسرعة عالية، فلازم الخيل أقل شيء المرحلة هاي يكون ترجع نشاطها والريكفري مالها. بندورة يعني هي مش فرس جديدة في الدولة، ولكن نحن تم اشتريناها من السنة الماضية من سباق التسعيرة، سباق من دعم سمو الشيخ منصور بن زايد، بس الفرس طبعا أول اشتراك لها، مش متوقع منها الكثير، لكنها يعني حتى الآن ماشية مع الخيول المنافسة، أتأمل أنها تتم على المستوى هذا وتتابع المشوار يعني. مشاهدين حاليا نحن في اللوب الأخير والنهائي، مثل ما أنتم شايفين الاسطبلات المتصدرة في المراكز الأولى F3 وM7 واسطبلات النصر، منافسة قوية والسرعات كذلك سريعة، الله يوفق الجميع يا رب. طويل العمر ناموس حوضك. خلنا نتكلم عن هذا العرس الرياضي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وعن فوز F3. والله الحمد لله، أنا أعتبر الخيول الثلاثة اللي وصلن قدمن، طبعا خيول الاثنين الفرسات الثنتين اللي قدام هن الأفضل هن الفايزات. ومهرجان محمد بن راشد شو يعتبر؟ والله مهرجان غالي ونحن دائما نقدم الأغلى للغالي. شكرا على هذا. شكرا.